عسلامة، مرحبا بكم في رسات جديدة. اليوم باش نعملو شناك بات جديدة كيما البات فويتي. باش تخرج لنا فويتي بالطريقة هذيك، أما البات هذي جديدة باش نوريها لكم أول مرة. باهي لهنا خذيت رطل فالينا، ناخذو عليه مغرفة صغيرة ملح، ناخذو عليه نص كاس زيت. يلزم الكاس يكون 150 مليلتر. ناخذو نص كاس زيت، ناخذو نص الكاس سكر. كما قلت الكاس يلزم يكون يوزن 150 مليلتر، وناخذو كاس ماء. بالنسبه للماء يلزم يكون دافي، وباش نعجنو بشويه بشويه، ونزيد معناها كل مره نعجن نزيد الماء، خاطر اذا كان تحطوا فيها برشا ماء باش راسيلكم تزيدوا الفارينه، وكيف نزيدوا الفارينه باش تفسد البات نتاعنا، خاطرها بات سبيسيال. دونك لهنا باكو خميره، باكو سكر نتاع سكر فاني، باش نستعملو معاها باكو خميرة نتاع جاتو فيها 10 غرامات، كعب عظم، كعب عظم. وباش نستعملو معاها عباية غرت، يا إما ناتور والا فاني، انتما وشنيا اللي عندكم. توا باش نخلط ونبدا نعجن بالكاس الماء اللي عندي. كيف ما قلت لكم ما نزيدوش الماء برشا، نزيدوه بشويه بشويه. توا باش نبداو نلمو البات نتاعنا كيف ما قلت، كيما تراو من المكونات ديجا باش تجينا البات ياسر بنينه. توا باش نبدا نلف البات نتاعي بالماء الدافي اللي عندي. ما تعملوش ماء سخون يحرق لكم الخميره نتاعكم، قلنا ماء دافي. جست نلمو بيه الفارينة نتاعنا. كيما تراو بالضبط، معناه 150 مليلتر بالضبط لمولي البات. في المرحلة هذه باش ناخو 50 غرام زبدة طرية، ونكمل نعجن بها البات نتاعي. طرية 50 غرام طرية بالطريقة هذه، نعجن بها البات. يظهر لي لي ديتاي كل قدامكم. رسيت سهلة، اكتشاف، حاجة تحضر فيسع، مش كيما لي بات فيتي الاخرين يقعدوا يرتاحوا يتخدموا على نهاريين ولا هذايا. بات هلا قريب باش نتحصلوا عليها. جست نحب نوريكم البات كيف نعجنوها كيفاش طوعنا. شو تلما البات ليس ومحليها وما تتلصقش هيك، كان حسيتوها تتلصق من الاول اخدموها بالكدا وفوالا هاك اللي ما عادش تتلصق. توا لهنا بعد ما كملنا البات نتاعنا باش نخليها تخمر، تصيف ساعة هكاكا حتى اللي تحسوها خمرت صيبا، ومن بعد باش نستعملوا معاها الزبدة والنشاء. لهنا البات نتاعنا بعد ما خمرت خرجوا منها الهواء، وباش نحلوها
حضرت 150 غرام زبدة، حطيت عليهم مغرفتين شاي مش معبين برشا، خلطهم زبدة بوماد هكاك وخلط معهم مغرفتين شاي. وطوا باش نبدا نحل في الباتي تاعي. وبعد ما حليتها هذا الخشن نتاعها باش نحط في وسطها الزبدة. قلنا الزبدة بنشاي باش نحاول ندهنها الكل اوكي بالزبدة. ماما كيف ما قلت لكم التكستشر نتاع البات ياسر باهية وحاجة تسرع لنا مش هيك تحضر النفيسة. توا باش نبداو نطويها بالطريقه هذه، ان شاء الله تكون واضحه. نكمل بالطريقه هذه، نكمل وهكا لبني نحاول نرجعها هكا وهكا، خليو اسباس فارغ في الوسط باش نعاودو. هذه هي الطريقة نتاعها. توا لهنا باش نخليها ترتاح نصيف ساعة ومن بعد باش نشكلوها. نخلي البات نتاعي ترتاح على جنب، نجي ناخذ فص أصفر نتاع ضم، مغرفتين سكر بالمغرفة هذه، مغرفتين نشا وكاسة حليب باش نعمل بهم الكريم باتيسير نتاعي. نحطهم على الغاز نطيبهم ومن بعد باش نخدم بهم. توا الكريم باتيسير نتاعنا طابت كيما قاعدين تراو، لازمها تكون عاقدة مش جارية هايكا. توا باش نحلو البات نتاعنا ونحطو عليها الكريم باتيسير. توا البات نتاعنا بعد ما رتحناها باش نحلوها. نحاولو ما تتلصقش بويسكو فيها الزبدة، نحاولو نحلوها بالكدا. بعد ما نحلوها حضرت الكريم باتيسير كيما وريتكم الريسيب نتاعها. عندي شويه زبيب تنجموا تحطوه شويه في ماء دافي باش يطرى، وتنجموا تستعملوا الزبيب اللي تحبوا عليه نتوما، زبيب لك حلو ولا زبيب العادي الاخر. هذاك توا البات نتاعنا سي بون. قعدت كيف باش نحطو لها الكريم باتيسير، ماذا بيكم تستعملوها سخونه باش تواعكم اكثر، مش سخونه معناتها دافيه قبل ما تتبدل. لهنا بعد ما حطينا الكريم باتيسير باش نحطو الزبيب، تنجمو تحطو معاه، انا حطيت زبيب اكحل وزبيب المانو العادي، تنجمو تزيدوه البيبي شوكولا، كل واحد شنو يحب، اللي ما يحبش زبيب ينجم يعوضو بالبيبي شوكولا. اما كيما قلت لكم الروسيت ماذا بيا تجربوها، تبعثوا لي التطبيقات على الانستغرام. حاجه ياسر بنينه باش نبداو نطويوها. بالطريقه هذه ناخذوا خيط. توا لهنا دهنتهم باصفر عظم، نخليهم ربيع ساعه يخمروا في عقالهم ومن بعد باش ندخلهم للفور على 180 درجه. وتوا هذوما كعبات شناك نتاعنا حضروا كيما قاعدين تراو، الشوشين طيبين في حقهم ومورقين. مقعد كان باش تجربوا الريسيت وتخليوا لي تطبيقاتكم وتخليوا لي تعليقاتكم في تحت الفيديو. اللي جديد في الشان متاعي كيف كيف يفعل الجرس، يكليكي على كلمة سابوني هكذا كل ما نهبط روسيت جديدة يجيكم نوتيفيكاسيون. وش ننصحكم نصيحة أخرى، ما تقصوهاش جويدة كيف ما هكا،
قصوها تاع الخشن هذا باش تجيكم الكعبه مليانه وفي حقها. هذوما هما كعبات شناك اللي بزبيب اهاكم والعاديين هذوما. ان شاء الله تكون مورقين، ان شاء الله تكون عجبتكم الرسايت، ان شاء الله في وصفات جديده، ان شاء الله نهبط لكم الرسايت نتاع الكرواسون بالباتيسيه كيف ما هكا. وبسلامه.